بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الكرام. ربنا أرنا ما ينفعنا في دنيانا وأخرانا يا إلهنا الأوحد ولا شريك لك في الأبد. هؤلاء بما أن ربي أعطانا اللي ما أعطاكمش وأعطانا في رأس عموما لا تخطئوا، انقلوا لكم راكم مفضوحين مكشوفين، وارواحكم على اطباء قرانيين تقول اللي يخرج من افواهكم الكريهه العفنه النتنه لبخره، يقولوا العامه لبخر فهم لبخر، وحركاتكم وكيف يبدا يتكلم معوج، يعني بدنك يفضح فيك اللي انت معوج، الفقوسه تكون معوجه ماش كيف المطلوقه. انتم ستحاسبوا من فقوسه ما تتحاسبش، اذن عوجاجكم ناتج عن غيابكم عن ساحه الاسلام، لذلك تغليوا من بغيظكم على اهل الاسلام. اهل الاسلام يجب تكونوا مش سياسيين، ولقللكم الكذوبة اللي الاسلام على جهه والسياسه على جهه راهو مسلوب العقل ومحروم من البيان. الاسلام جيش هكا امور هكا وهميه وامور لا غير فاعله في الدنيا. لا، يا ايها الذين امنوا لما تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون. قولوا نفعل، ني با دياتوس، فاصل انتر لا بارول او لو لانجاج كيل سوا سون تيب اي لي اكسيون كيل سوا لي زاك كيل سوا لور جونر. نسأل الله أن يزيدنا بصيرا من لدن، وربي يهديكم إن شئتم الهداية، ومن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، وعلموا لكم دينكم ولا ندين، ديننا عملي ماهوش نظري، حق يقولوا بالعدل. احنا اول الناس خلوا العدل يطبق علينا، واذا كان قولوا الشهادة شهادة اما بالحق ولا ليست شهادة، ومن يكتمها فانه آثم قلبه، يعني يكتم الشهادة باش يحق الحق ويبطل الباطل، قلبه مخروب مريض، مرض على مرض، ظلمات على ظلمات. نسأل الله السلامة.